لا شيء يعجبني. يقول مسافر في الباص: لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني. دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني. درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر. لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.